أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة بإذن الله هناخد Lecture 1 في Respiratory System أو Respiration. فهنبتدي على طول. الأول عندنا الـ Respiration، طبعا في فقرة المعلومات العامة ان مكتشف الاكسجين وبالتالي اعتبر هو الجاد فاذر بتاع ريسبريشن عالم انجليزي اسمه جوزيف بريسلي، وده عاش ما بين سنة 1733 و 1804، فهو اللي اكتشف وقدر يفصل غاز الاكسجين واعتبر هو الاب الروحي للريسبيرتوري سيستم او ريسبيريشن، حسب بقى بتتنطق هنا ريسبيراتوري، عندنا بتتنطق ريسبيراتوري في انجلترا and so on. طيب فاول حاجة هناخدها يبقى الريسبريشن وظيفتها في طبعا انها to supply oxygen and to remove carbon dioxide، ده الوظيفة الاساسية اللي هي ريسبيراتوري فانكشن. هنا بحب انبه تنبيه مهم جدا يا اولاد، ان ربنا خلق الريسبريشن اساسا ودي هثبتها خلال الكورس to remove carbon dioxide rather than to supply oxygen، يعني الوظيفة الأساسية أنها تتخلص من ثاني أكسيد الكربون، تاني حاجة أنها supply oxygen. واحد قال لي طب يعني أنت بتعودنا على الفهم، اثبتها لنا. إن غاز ثاني أكسيد الكربون بيغير الـ pH، والحياة ممكنة في حدود ضيقة من التغير في الـ pH، وعليه لابد من الاحتفاظ بنسبة الكربون دايكسايد في الجسم بنسبة معينة، وإلا هتتغير pH وده فيتال. Life is compatible within a very narrow range of pH changes. المسؤول الأول عن pH هو الكربون دايكسايد، فيجب الاحتفاظ به ثابت. طيب طبعا to supply oxygen برضو وظيفة مهمة، بس ليه هي نمرة 2؟ هقول لك برضو هثبتها لك. إن الإنسان يمكنه أن يتحمل نقص الأكسجين لسنوات عديدة، زي الناس اللي عايشة في المرتفعات في نقص أكسجين وعايشين زي الفل بقالهم سنين، بينما لا يمكنه تحمل زيادة ثاني أكسيد الكربون، لأن ده هيؤدي إلى فيتال أسيدوزيس. عشان كده دي جملة مهمة جدا بحب أبتدي بيها، وأنا عارف إنها يعني بتأخذ الانتباه، إن ربنا خلق الريسبريشن أساسا to remove carbon dioxide, then to remove carbon dioxide, then to remove carbon dioxide, then to supply oxygen. وهثبتها في خلال الكورس. طيب تاني وظيفة للrespiration non-respiratory functions، يعني هل وظيفة الرئة فقط التنفس؟ لا، لها وظائف أخرى. ده لا يصلح غير سؤال شفوي، أنا عملته لك بطريقة سهل إنك تفتكره. أول ثلاثة إن respiration بتريجوليت، وشوف دي بقى اللي بادئين بينها، الأسيد بيز بالانس، وأشرحها لك. الجسم والميتابوليزم لا ينتج إلا أحماض، only acids، والأحماض نوعان قلتها قبل كده مرارا، volatile acids يعني أحماض متطايرة، والمثال carbonic acid لأنه بيتحول الى كربون دايكسايد ووتر. مين اللي بيخلصنا من هذا الفولاتايل اسيد؟ اللانج. النوع الثاني من الاسيدز هو الفيكسد اسيد، زي السلفيوريك، زي اللاكتيك اسيد، زي الفوسفوريك اسيد، وبنتخلص منهم عن طريق الكيدني. فكأن اللانج مشاركه مع الكيدني بيساعدونا في التخلص من الاحماض. اللانج من الفولاتايل اسيدز والكيدني من الفيكسد اسيدز، وعليه بيساهمه في الاحتفاظ بالاسيد بيز بالانس. طيب تاني واحده، ريجوليشن اوف ووتر بالانس. انت عشان تحافظ على الووتر بالانس بتعمل بالانس ما بين الانتيك واللوس. الانتيك اللي هو عن طريق الفود والميه اللي بتشربها، الفلويدز ثيرست. طب اللوس، احد طرق اللوس عن طريق اللانج، ويمكنك ان تتاكد من ذلك. تعال اقصاد كده مرآه واكسباير، هتلاقي بخار ما يتكثف على سطح المرآة. يبقى اذا اللنج
بتساعدنا على الووتر بالانس لانها احد طرق الووتر لوس عشان الميه تقعد ثابته في جسمك. الميه عشان تتبخر يا اولاد بتاخد معاها حراره، يعني كل ميه بتتبخر بتيفابوريت بتاخد حراره، فبتساعدنا برضو على الهيت لوس. يعني الووتر لوس والهيت لوس مرتبطان ببعضهما البعض. يبقى اول ثلاث وظائف من التسع وظائف اللي هم النون ريسبيراتوري فيهم كلمه ريجوليشن. ريجوليشن للاسيد بيس بالانس بتخلصنا من الفولاتايل اسيدز، ووتر بالانس احد طرق الووتر لوس اند هيت لوس. الوظيفه الرابعه ديفنس، ان احنا الهواء ده مليان باثوجينز وفورين بارتكلز كما الدست اللي هو الغبار وفي بكتيريا، فاللانجز لها ديفنسيف فانكشن بتنقي الهواء ده من الاورجانيزمز ومن الفورين بارتكلز عشان يدخل الالفيولاي سليم، يبقى ديفنسيف فانكشن. خامس وظيفه هيلبس فينس ريتيرن، الهارت بيدفع الدم في الشرايين. طب من يدفع الدم في الاورده عشان ترجع الهارت تاني؟ يوجد قوتان احب اقولها بطريقه لطيفه. قوه ضخ من اسفل، ان عضلات رجليك لما بتبقى واقف بتضغط على الفينز بتخلي الدم يندفع لاعلى ناحيه الهارت، وطبعا الفالز بتمنع ارتجاع الدم. طب ده في قوه تاني، ربنا سبحانه الله علمنا ان احنا ان الكمال استخدم كل القوة، ان زي ما في قوة ضخ من اسفل في قوة شفط من اعلى. اما باخد نفس الانترا ثوراسيك بريشر بيبقى نيجاتيف، فده بيساك البلد. يبقى كأن بقولها كالآن، ان ده الوريد يا اولاد، الماسلز من تحت قوة ضخ، والريسبريشن فوق لما باخد نفس البريشر بيبقى جوه الثوراكس نيجاتيف فيسايكل بلاد. يبقى واحد بيضخ من تحت وواحد بيشفط من فوق. مين اللي بيشفط من فوق؟ الريسبريشن، لانها بتخلي الضغط داخل الثوراكس زي ما هنشوف نيجاتيف. فبكده هي بتهلب الفينس ريتير. هناخد 6 مع 7 مادتين مهمين في السيركوليشن. اهم ماده بتحافظ على الضغط اسمها انجيوتنسين 2، وبحب الترمينولوجي. انجيو معناها وعاء فيسل، تنسين يعني بيعمل تنشن بيبقى بيرفع الضغط في الاوعيه، فانجيو تنسين يعني ماده بترفع الضغط في الاوعيه. بدليل ان انت العيانين اللي عندهم ضغط عالي يقول لك عنده هايبر تنشن، فالانجيو تنسين ده بروتين بيرفع الضغط في الاوعيه. ده اقول لك حاجه، ده اهم بيبتايد او اهم ماده بتحافظ على ضغط الدم. المادة دي بتبقى في صورة أقل نشاطا اسمها أنجيوتنسين 1، لما بتدخل اللانج بواسطة الأنجيوتنسين كونفيرتينج إنزيم بتتحول لأنجيوتنسين 2، وده هنقوله في السيركوليشن في الترم الثاني بإذن الله في رسومات رائعة. ودي أهم مادة بتحافظ على الضغط، حتى من اسمها أنجيو يعني وعاء، تنسين يعني بيحافظ على التنشن في الدم. وأقول لك معلومة جميلة دلوقتي اعتبرها فقر معلومات عامة، من أكثر الأمراض مرض ضغط الدم المرتفع، عندنا 4 علاجات في الطب ليه. واحد من أهم العلاجات دي إن إحنا ننهيبت الإنزيم اللي بيعمل المادة اللي بترفع الضغط دي، يسموه إيس إنهيبتور. الإيس ده الإنزيم اللي بيحول أنجيوتنسين 1 لأنجيوتنسين 2 في اللانج، واسمه أنجيوتنسين كونفيرتينج إنزيم، ده الاختصار أنجيوتنسين كونفيرتينج إنزيم. فأنت لو خدت دواء يبوظ الإنزيم ده إنهيبتور هيمنع تحول انجيوتنسين 1 ل2، هيمنع رفع الضغط، ودي احد 4 علاجات رائعه في علاج ضغط الدم المرتفع. تاني ماده مهمه في الرئه الهيبرين اللي هو انتيكواجلانس، بيطلع من الماسلز اللي موجوده في الرئه. تامن وتاسع وظيفه بحب اقولهم ليه مع بعض، هواء داخل بيساعدك على الالفاكشن الشم. بس من المعلومات الطريفه يا اولاد ان مش كل النوز بتشم، فقط حتة اللي فوق دي 5 سنتيمتر مربع في الابر بارت اوف ذا نوز هما دي اللي فيها الاولفاكتوري ميكوزا اللي فيها ريسبتور بتاعت الشم. عشان كده لازم احنا لما تشم حاجه كويس ما تاخدش نفس عادي،
عشان خاطر تاخد الهواء ناحيه الحته اللي حساسه للشم، يبقى هواء داخل بيساعدك على الشم. طب هواء طالع، اظن ده اهم وظيفه بعملها دلوقتي، الفوكاليزيشن. انا ما اقدرش اتكلم الا باندفاع الهواء ما بين الاحبال الصوتيه اللي بيعمله هو اللانج. فدي اهم وظيفه، لولا اللانج ما كناش نتكلم فوكاليزيشن. يبقى دي التسع وظائف هقولها تاني في عجاله وبطريقه منظمه. هناخد 3 2 2 وبعدين اخر 2 لوحدهم. اول 3 ريجوليشن لثلاث حاجات: اسيد بيز بالانس، ووتر بالانس، هيت لوس. ادي 3 ريجوليشن. وبعدين مادتين مهمين في السيركوليشن جدا مسؤول عنهم اللانجز، اهم ماده بترفع الضغط اللي هو الانجيو، يعني وعاء تنسن 2 بيتم تنشيطها في اللانج، في انزيم بيحول الانجيوتنسين 1 الاقل نشاطا لانجيوتنسين 2 اسمه ايس، انجيوتنسين كونفرتينج انزيم، ده موجود في الرئه. وماده تانية مهمه في الدم اللي هو الهيبارين اللي هو انتي كواجلانت، بيطلع من المسلز اللي في الرئه. يبقى وصلنا 5. اخر وظيفتين باخدهم مع بعض: هواء داخل تشم اولفاكشن، هواء خارج تتكلم فوكاليزيشن. وصلنا 7. في 2 بقى لوحدهم اللي هم الديفنسيف فانكشن، وانه بيهلب الفينس ريتيرن، خلاص، فيا ريسبيراتوري بامب. دي اول نقطه. سؤال شفوي برضه لطيف، مش عارف يعني بيقحموه هنا ليه، لان ده هناخده مع الجهاز الهضمي. احنا عارفين ان البلعوم مسار مشترك للهواء وللاكل. طب انا خايف وانا باكل اكل يدخل للرئه تبقى كارثه. طيب ففي ميكانيزمز وانت بتبلع during swallowing تمنع هذا الكلام. انت خايف الاكل يدخل النوز، وبتحصل في احسن العائلات رزة لو ضحكت على الاكل تروح داخله في مناخيرك من ورا، او الالعن تدخل في اللارينكس الحنجرة ومنها للرئة، دي تبقى كارثة بتشرق. فازاي بنقفل لما بنبلع during swallowing؟ بنقفل النوز لانها اقل اهمية بحاجة واحدة بس، elevation، ارتفاع السوفت باليت تو كلوز البوستيرو نيزل اوبننج. يعني عارف اللحميه الطريقه اللي في اخر بقك من فوق، من لما فتحت بقك هتلاقي حته سوفت تيشو في الاخر اسمها سوفت باليت، اللي هو سقف الحلق في جزء هارد عب وفي جزء سوفت. السوفت ده بيروح مرتفع قافل النوز من ورا. يبقى بنقفل النوز باي elevation اوف سوفت باليت which closes النيزل اوبننج. نيجي للاخطر بقى وهي قفل الحنجره. بنقفل الحنجرة ازاي؟ واحنا بنبلع الحنجرة بترتفع عشان تتغطى بلسان المزمار، elevation of larynx to be covered by epiglots. وبرضو بحب اقولها، بص يا اولاد، ده الحنجرة وده لسان المزمار، اللي هو انت عارف انت عندك لسانين، ده الطنج ورا فيه لسان صغير اللي بيقفل الحنجرة، ده اسمه لسان المزمار. يعني لسان قدام ورا فيه لسان صغير بيقفل الحنجرة، مش الابيجلوتس اللي هو لسان المزمار هو اللي بينزل يغطي اللارينكس، لا، اللارينكس اللي بتعلى elevated to be covered by epiglottis. طب طالب يقول لي اثبتها لنا عشان نحفظها. ليه نحفظها؟ نفهمها. حضرتك معايا دلوقتي، اعمل زي ما انا هعمل، حط ايدك على اللارينكس وابلع ريقك، هتلاحظ ان اللارينكس ارتفعت لفوق عشان تتغطى بالابيجلوتس. نمره 2، الاحبال الصوتيه بتاعت اللارينكس بيحصل closure of the glottis، المزمار الاحبال الصوتيه بتقرب من بعض يبقى اللارينكس اتقفلت. واهم حاجه انه احنا بنبلع بنوقف النفس، stoppage of breathing، يسموها ابنيا، بينيا يعني نفس، ابنيا يعني مفيش نفس. يبقى النوز لانه اقل خطوره للاكل يدخل النوز، قفلناه بحاجه واحده بس، elevation of soft palate. انما اللارينكس لانها خطيره هنشرق قفلناها بثلاث حاجات. برضو اول كلمه هناك كان elevation of soft palate، هنا elevation of larynx to be covered by epiglottis، تتغطى بالإبيجلوتس، لسان المزمار اللي هو من ورا. انت عندك لسانين، لسان من قدام الطنج ولسان المزمار من ورا، غطي اللارينكس لما تعلى تتغطى بيه. وبعدين closure of the glottis، الاحبال الصوتيه تقفل، وبعدين توقف النفس، ابنيا. لكن لو خدت نفس، ضحكت على الاكل وبوظت ريفلكس وخدت نفس، هيشتغل النفس زي الفاكيوم، زي المكنسه اللي بالكهرباء تروح شافطه الاكل على الرئه وتشرب. فده سؤال شافه بتتساله، ازاي بنبروتكت الريسبيراتوري سيستم دورينج سوالوينج؟ نقفل النوز بحاجه واحده،
elevation of soft palate. نقفل اللارينج ثلاثة أولهم برضو كلمة elevation. Elevation of larynx to be covered by epiglottis. Closure of the glottis and يوقف النفس. أبنية. ده سؤال مهم جدا في الشفوي والأولاد. طيب تقل بقى ليل أناتومي بتاع الرئة. تكلم على الأناتومي بتاع الرئة. قبل ما نيجي الأناتومي بتاع الرئة عاوز اشوف حاجة برضو صغيرة هنا. سوري ما تخلصناش الجزء ده. النفس يمكن تقسيمه الى قسمين يا ولاد. External respiration وهو يخص البادي الجسم. وانترنال ريسبريشن وهو يخص السيل. يبقى في external وفي internal. الاكسترنال ريسبريشن بنقسمه الى اربع خطوات منطقين جدا. الاول pulmonary ventilation يعني تهوية الرئة. ventilation يعني تهوية. مش في ventilator في البيت اللي هو بتاع التهوية في المطبخ. فpulmonary ventilation is simply انك تاخد شهيق وزفير. ده pulmonary ventilation. inspiration and expiration. طب دخل الهواء. second step بالترتيب فالواحد يفتكره. الهواء لما دخل alveoli هي exchange مع الدم. يبقى exchange of gases at alveoli. ياخد الدم منه اوكسجين ويديله كربون دايكسايد. هنا بقى في سؤال مسكين مهم جدا. باي سمبل ديفيوجن يعني لا عاوز طاقه ولا عاوز كارير ولا عاوز اي حاجه. سمبل ديفيوجن وحفظتها لاجيال. الميه والهواء اغنيه ليلى مراد جوه الجسم. لان الميه والهواء ده بيحتاجهم البشر بكميات رهيبه فربنا خلانا ما ندفعش فيهم حاجه خالص. باي سمبل ديفيوجن اوعى تنساه. انتقال المية في الجسم وانتقال الغازات في الجسم بيتم بلا طاقة بلا كارير بلا اي حاجة لوحده فسموها سيمبل ديفيوجن. وافتكر الاغنية بتاعت ليلى مراد رحمها الله المية والهواء واحنا الاثنين سوا. المية والهواء باي سيمبل ديفيوجن. طيب الدم خد اوكسجين وادى كربون دايكسايد المفروض ينقله بقى لمين؟ للأنسجة. يبقى ثالث خطوة transport of gases in blood. والغازات بتحمل في صورتين physical يعني مذاب وchemical يعني في اتحاد كيميائي. واخد الأكسجين كمثال. في أكسجين مذاب في الدم يبقى ده physical form. وأكسجين في اتحاد كيميائي بيبقى مع الأكسجين مع الهيموجلوبين آسف اللي هو الأكسي هيموجلوبين. وكذا ثاني أكسيد الكربون في physical مذاب وكيميكال. اشهر صوره ليه اللي هو البايكربونات الكربون دايكسيد. يبقى دي رابع خطوه. خامس خطوه بقى لما نوصل للسيلز يحصل اتشينج اوف جاسز اد تيشو. يحصل العكس. السيلز تاخد اوكسجين وتدي كربون دايكسيد. يبقى ده الاكسترنال ريسبيريشن. يبقى كام خطوه؟ اربعه. هتفكرهم ازاي؟ ما حدش هيسالك فيهم بس هم ورا بعض. الاول بالمولاري فنتيليشن تهويه. وبعدين يتبادل الغازات مع الدم ما بين الالفيولاي والكابيلاري بايه؟ هنا السؤال الام اس كيو. المايه والهواء بايه يا اولاد؟ اوعوا تنسوها. سمبل ديفيوجن لا طاقه ولا حتى كارير لان في فاسيلتيت الديفيوجن. لا ده سمبل ديفيوجن. ده اهم سؤال الام اس كيو. بعد كده يبقى ترانسبورتد الجاز في البلاد. فيها سؤال الام اس كيو في كام صوره؟ في صورتين مذاب فيزيكال وفي اتحاد كيميائي كيميكال. وأقول لك معلومة دلوقتي بس هنقولها في الترم الثاني بإذن الله. الغازات المذابة هي اللي ليها ضغط. الغازات في الاتحادات الكيميائية لا ضغوط لها. Only gases in physical form have tension, have pressure. While gases in chemical forms have no tension, have no pressure. دي مهمة بس مش دلوقتي. في الترم الجاي بإذن الله. رابع حاجة exchange of gases at the tissue. طيب يبقى أربع خطوات ورا بعض. الأول ناخد الهواء نتبادل الهواء ننقل الغازات وبعدين يحصل exchange عن التيشو. أمال إيه الانترنال ريسبريشن؟ دي خاصة بالسيل. السيل بتعمل إيه؟ هي مكتوبة أصابق. هتستهلك أوكسجين كونسامشن وأوكسجين وتنتج كربون دايكسيد برودكشن أوف كربون دايكسيد. الكلام ده قراءة يا أولاد ما تركزوش فيه غير في الأسئلة الـ MSQ. إنه باي سمبل ديفيوجن والغازات بتحمل في صورتين كيميكال أند فيزيكال. طيب في حاجة اسمها upper respiratory tract و lower respiratory tract. دي تفيدك في الكلينيكال
يقول لك عين عنده upper respiratory infection ولا lower respiratory infection. فالأنف النوز والماوث والفارينكس البلعوم واللارينكس الحنجرة هم دول الأبر respiratory tract. من أول بقى ما تنزل التراكية والبرونكاي والألفيولاي دول اللور respiratory tract. يبقى النوز والماوث والفارينكس واللارينكس دول أبر أربعة هم وثلاثة لور تراكية برونكال تري اللي هي شبكة الشعيبات أو شجرة الشعيبات والألفيولاي اللي هم الفويصلات الهوائية. ده كمقدمة. ندخل بقى على الأناتومي يا ولاد. التقسيمة الأهم بقى مش لأبر ولور respiratory tract. السؤال اللي لازم نفكر فيه، هل تبادل الغازات يعني أول ما بناخد الغاز بنتنفس بنستنشق الزفير بيحصل تبادل الغازات؟ قالك لا. الجهاز التنفسي بينقسم إلى منطقتين، conducting zone ما فيهاش اي تبادل غازات لان ما فيهاش الفيولاي، و respiratory zone هي دي اللي فيها الالفيولاي وبالتالي هيحصل فيها exchange of gases. يبقى في conducting zone ما فيهاش تبادل غازات، حتى يسموها، خد بالك بالاسم ده في الام اس كيو، dead space، يعني حجم ميت غير منتفع به، dead space ما فيهوش تبادل غازات. يبقى الكوندكتنج زون اهم كلمه هي اللي ما فيهاش الفيولاي، جاست بتكوندكت بتنقل ما فيش ريسبيريشن، اما من اسمها ريسبيراتوري زونز فيها الفيولاي وبالتالي فيها اكتشينج اوف جاسس. طيب تعال نفكر، انا بحب النظام جدا يا اولاد، فهقارنهم في اربع نقط. قبل ما اقارنهم الاول عاوز نتكلم مع بعض انه التراكية بتنقسم لتو مين برونكاي، واحد لكل رئة، وبعدين شعب، وبعدين شعيبات، وبعدين بعد كده عندنا الفولار داكتس، وبعدين الفيولاي. تفتكر كم مرة بتنقسم وتعاود الانقسام وتعاود الانقسام؟ 23 ديفيجنز يا أولاد، 23 مرة. 16 منهم مفهومش الفيولاي، الفيولاي اللي هما باللون الأحمر دول، وسبعة بس هما اللي فيهم الالفيولاي وبالتالي في تبادل غازات وبالتالي تبع الريسبيراتوري زون. يبقى التراكية بتنقسم وتعاود الانقسام وتعاود الانقسام 27 مرة، 16 بدون الفيولاي يبقى تبع الكوندكتنج زون، وسبعة هما اللي فيهم الفيولاي يبقى تبع الريسبيراتوري زون. نيجي بقى شويه اسئله لطيفه جدا في الام اس كيو. هنا مكتوب اهو 23 جينريشنز، هي 23 جينريشن عن 23 ديفيجنز، هي خد بالك بقى، عد معايا الاسئله الام اس كيو عشان امتحان الميد تيرم ام اس كيو. ايه الفرق بين الشعب برونكاي وشعيبات برونكيولز؟ ايه الفرق بينهم؟ شعب برونكاي تصغيرها شعيبات برونكيول. ان الشعب شايف الرسمه فيها كارتليج، اهي فيها رينج اوف كارتليج، حلقات من الكارتليج، انما البرونكيولز ما فيهاش كارتليج اهي. ده سؤال ام اس كيو، بس هما الاثنين فيهم سموس ماسلز. لو انقبضت يحصل برونكو كونستريكشن، لو انبسطت يحصل برونكو دايلتيشن. يبقى في ما يختلف الشعب عن الشعيبات في الكارتليج، اللي فيها كارتليج برونكاي، اللي ما فيهاش كارتليج برونكيولز شعيبات. يبقى اللي فيها كارتليج شعب واللي ما فيهاش كارتليج شعيبات. طب فيما اتفق في ان هما الاثنين فيهم سموث ماسلز. هنا بقى في سؤال مهم جدا خدناه في الاوتونوميك، مين اللي بيعمل برونكو كونستريكشن؟ الباراسمباثيتك. طب والريسبتور ماسكارينيك ريسبتور؟ واجمع لك تجميعه حلوه بقى، انت داخل ميد تير او داخل اندو في تيرم، اسف. الماسلز ثلاث انواع يا اولاد، سكيليتال وكاردك وسموث. هقولها للمره العشرين، السكيليتال ماسل نوع الريسبتورز فيها نيكوتينيك، السكيليتال نيكوتينيك، بينما السموث ماسلز والكاردك ماسل، السموث ماسلز والكاردك ماسل عندهم ماسكارينيك ريسبتورز. اي هوب ايم كلير اند ايم اولويز كلير. بينما السيمباثيتك هو اللي بيعمل برونكو دايلتيشن،
يبقى ازاي هيعمل برونكودايليتيشن؟ بانه يعمل انهيبيشن للمصل. يبقى لازم الريسبتور تبقى بيتا ريسبتورز. طب واحنا عندنا البيتا نوعان، يا بيتا 1 يا بيتا 2. اظن انت عارف 1 دي فين، القلب وما يعشق. البيتا 1 دي على القلب، احنا اللي بنقسم، احنا اللي بننمر. يبقى لازم القلب اللي هو اهم حاجه نديه بيتا 1 وننمر اللي على اللنج نسميه بيتا 2. وايه اهميه المعلومه دي كلينيكيا؟ ان الدكتور فاهم يبقى اي دواء يشتغل على البيتا 1 يبقى ده تبع القلب، على البيتا 2 يبقى ده تبع اللنجز. دلوقتي واحد عنده ربو شعبي، يعني ضيق في الشعب، طب عاوز اعمل ايه في الشعب؟ عاوز اعمل برونكودايليتيشن. يبقى ايه الدواء اللي ادهوله؟ بيتا 2 ستيمولانت، حاجه تشغل البيتا 2 فتعمل برونكودايليتيشن، توسع له الشعب، تضيع الربو. ادي قيمه المعلومات. يبقى ده سؤال مهم جدا في الام اس كيو. فيما اتفق وفيما اختلف الشعب مع الشعيبات، اختلفوا اللي فيها كارتلت شعب اللي ما فيهاش شعيبات، وفيما اتفق هما الاثنين فيهم سموث ماسلز. البارا تعمل برونكو كونستريكشن، والسؤال مهم نوع الريسبتور ماسكارينيك، اوعى تغلط. الهارت والسموث ماسل ماسكارينيك، السكيليتال هي النيكوتينيك. طب والسمباثاتيك بيعمل برونكو دايليتيشن بمين؟ انهيبيشن. يبقى لازم تبقى بيتا، اوعى تغلط. بيتا 2 بيتا 1 دي في الهارت. تعالى بقى نتفرج ايه الفرق بين الكوندكتنج زون والريسبيرتوري زون. ما عشقت مثل عشق النظام، عاملهم لك اربع نقط جمال. اهم نقطه النقطه الفيصل اللي هي باللون الاصفر اهي، لو فيها الفيلاي تبقى ريسبيرتوري زونز، لو ما فيهاش تبقى كوندكتنج زون. طيب السؤال ده بقى اللي جاي هو اصعب واحد. الكوندكتنج زون ينتهي بحاجه اسمها تيرمينال برونكيول، شعب نهائيه، دي اخر حاجه في الشعب ما فيهاش الفيلاي اللي هي النقط الحمراء. بينما الريسبيرتوري زون يبتدي ببرونكيول في الفيلاي، فيسموه ايه بقى؟ دام في الفيلاي وفي ريسبريشن يبقى يسموه ريسبيرتوري برونكيولز. هي ده اهم سؤال على الاطلاق، يعني الكوندكتنج زون نهايتها فين؟ تيرمينال برونكيولز. انما ريسبيرتوري بدايتها ريسبيرتوري برونكيولز. اوعى تنسى السؤال التالت جميل قوي في الام اس كيو. الريسبيرتوري زون دي بتتغذى بانهي سيركوليشن؟ بالبلمونري سيركوليشن، الدوره الرئويه، بتغذي الالفيولاي. الريسبيرتوري زون ده كله بيتابع الدوره الرئويه. انما الكوندكتنج زون البرونكاي برونكيول اللي ما فيهاش تبادل غازات دي بتاخد الدم بتاعها منين؟ من حاجه اسمها برونكال سيركوليشن تبع السيستميك الاورطه. يبقى فرق ضخم في الام اس كيو، يعني مش كل الرئه بتاخد من البلمونري سيركوليشن، الجزء التنفسي الالفيولاي ياخد من الدوره الرئويه. يبقى الدوره الرئويه مش معناها بتدي كل الرئه، بتدي الالفيولاي بس، او اسف بتدي ريسبيراتوري زون بس اللي هو فيه الالفيولاي يعني. انما لو حتى ما فيهاش الفيلاي بتاخد عن طريق سيستميك سيركوليشن، حاجه اسمها برونكال سيركوليشن. واقول لك معلومه جميله جدا هنا. طيب مفروض ان بعد ما غذت الكوندكتنج زون مفروض الدم خرج بقى فينس، غذيته اديت له اوكسجين وخرج فينس، مفروض نوديه للرئه تو بي اكسجينيتد. لا ما بنعملش كده، لان كميه صغيره ومش عاوزين نكلف نفسنا اوعيه ومسافات وسكك عشان كميه دم صغيره، فبنروح ضايفينها على طول على الارتيريال بلاد، فيسموا ده فيسيولوجيكال شانت. هبقى احكيه بالتفصيل في السيركوليشن. ربنا مش هنضاع وقتنا ماذا تصنع قطرات في محيط، في محيط اكسجينيتد بلاد، شويه الدم الصغيرين اللي غذوا البرونكيول دول ريديوس بعد ما غذوهم خد منهم اوكسجين وادالهم ثاني اكسيد الكربون، بنحطهم دايركتلي على الارتيريال بلاد فيسيولوجيكال شانت، بنحط فينس على الارتيريال، ما بنودوش الرئه تو بي اوكسجينيتد، لان كميه صغيره ما تستدعيش نعمل سيركوليشن وفيسلز وقصص. طيب اخر نقطه في الرابعه، انه دي عباره عن 16 ديفيجن ودي 7 ديفيجنز. يلا انا اقول ناحيه وانت تقول ناحيه. انا اقول الكوندكتنج زون وحضرتك انا مش هخليك تشوفها اهو، انت قول الريسبيرتوري زون. الكوندكتنج زون نو الفيولاي عشان كده ما فيهاش ريسبريشن، يبقى الريسبيرتوري فيها ايه؟ قول انا سامعك.
الفيولار. برافو. تاني نقطة مع عشقة مثل عشق النظام، الكوندكتنج زون ينتهي بالتيرمينال، يعني خلاص نهاية الكوندكتنج زون تيرمينال برونكيولز. الريسبيراتوري زون يبتدي، ده اسم على مسمى قولها، ريسبيراتوري برونكيولز. ده سؤال MCQ مهم جدا. النقطة الثالثة سؤال MCQ مهم جدا، الكوندكتنج زون شبكة الشعب والشعيبات اللي ما فيهاش تبادل، بتاخد عادي زي بقية الجسم من السيستميك سيركوليشن عن طريق برونكال سيركوليشن، انما اللي فيها تبادل قولها انت بقى، بتاخد عن طريق البالمونري سيركوليشن. دي النقطة الثالثة. وقلت هنا في نقطة في الام اس كيو، ان البرونكال سيركوليشن دي متميزة ان الفينز بتاعتها ما بتروحش الرئة عشان يبقوا اكسجينيت، بنحطهم دايركتلي على الارتيريال بلاد، لان كمية صغيرة مش هيعملوا حاجة في بحر من الاكسجينيت بلاد، سموها في سيرجيكال شانت. نقطة رابعة قلوب أهمية وما بتجيش في الام اس كيو، ان الكوندكتنج زون 16 ديفيجنز، عشان تكملوا 23 يبقى ناقصك كام هناك؟ 7. برافو. نيجي بقى الفرق الخامس والأهم وهو الفانكشنز. هو ليه ربنا عمل كوندكتنج زون؟ يعني ليه، يعني كان ممكن يا أولاد، كان ممكن كل شيء عند الله مستطاع، كان ممكن الالفيولاي تبتدي من اول هنا، يبقى في هنا الالفيولاي ما نضيعش ولا صدى، مفيش ديد سبيس خالص، مفيش كوندكتنج زون. ليه ربنا عمل الكوندكتنج زون؟ لسببين. السبب الاول عشان توزع الهواء، ودي الرايت لانج والليفت لانج، وفي كذا لوب في كل لانج تديهم، يبقى ديستريبيوشن اوف اير. السبب الاهم بقى انه ما اقدرش من الدار للنار اجيب هواء من الشارع اروح حطه على الالفيولاي. ليه بقى؟ احنا دلوقتي في كندا في سنو تحت، في تلج، درجه حراره النهارده ناقص 11. تخيل انا خدت هواء درجه حرارته ناقص 11 حطيته دايركتلي على الالفيولاي اللي فيها دم، يتجمد الدم، يبقى اول وظيفه للكوندكتنج زون بتدفي الهواء وورمز. تعال نروح للكويت، في الصيف تصل الحراره 49-48، انت لو قامت عاصفه ترابيه تتلسع من سخونه الهواء، يبقى بيعمل ايه الكوندكتنج زون؟ بيهوميديفاي، بيرطب الهواء. يبقى في كندا بيور، في الكويت بيموديفاي، طب في مصرنا العزيزه بقى، وفي كل حته طبعا في بوليوشن. في القاهره، القاهره تاني دوله بعد اتن في البوليوشن، ما اقدرش اجيب غبار ودخان ومصانع مدينه بيقولوا في اقل التقديرات 18 مليون، في نيويورك 13 مليون، ما اقدرش ادخل هواء كله زي في نيويورك او زي في اتينا او زي في القاهره، وطبعا في كل المدن بدرجات متفاوته اروح مدخله، يبقى لازم ان هو يبقى هينقي الهواء، يبقى هيعمل ايه؟ ديفنسيف فانكشن. يبقى وظيفتين للكوندكتنج سيستم، الاول توزيع الهواء ديستريبيوشن اوف اير، وبعدين تاني وظيفه انه يخلي الهواء في صوره مثلى، لو بارد يدفيه، لو سخن يرطبه هيوميديفايز، لو في حاجات مش كويسه ديفنسيف فانكشن اللي قلناها، في بكتيريا وفي ضغط، ادي وظائف الكوندكتنج زون. يبقى تعالى بقى دي اهم فرق اللي هو الفرق الخامس، يبقى ديستريبيوتس اير تو ريسبيراتوري زون، وبعدين وورمز في كندا، هيوميديفايز في الكويت، بقول كامثله، ديفنسيف فانكشن في المدن الكبرى. طب تعالى بقى نتفرج على الديفنسيف فانكشن، شيء رائع ان في ميوكس مخاط، اي حاجه هتدخل بكتيريا او دست هتلتصق بالميوكس، وعين في بعد كده ميوكس اسكليتور، اسكليتور يعني سلم كهربائي. احنا كنا زمان يا اولاد فاكرين ان السيليا اللي موجوده في الريسبيراتوري سيستم دي بتشتغلها بهازارد، يعني هي بتشتغل كده بتدفع الغبار والميكروبات لبره والسلام، لا شفنا مش كده، ان بيشتغلوا كما السلم الكهربائي، السيليا دي تسلم دي للسيليا الثانيه، السيليا الثانيه تسلمها للثالثه، الثالثه تسلمها للرابعه. ايه الروعه دي؟ اسمه ميوكس اسكليتور، يعني بعد ما الحاجات مسكت في الميوكس، الميوكس ده كانه طالع السلم، دي تطلعها لدي، تطلعها لدي، تطلعها لدي، ان سو اون. ميوكس اسكليتور، ايه الروعه ده؟ يعني اللي عاوز اقوله السيليا الاهداف بتشتغل في تناغم، مش اي طرد والسلام، سلم كهربائي، درجه تسلم الدرجه اللي بعدها، ايه العظمه دي؟ هناك سلم كهربائي هنا. طب وحاجه ثالثه،
ان في الماكروفيج، فاكر الماكروفيج سيستم اللي هو كان اصلها مونوسايتس يسموها داست سيلز حتى، بس دي موجوده في الالفيلاي. الماكروفيج اهي هنشوفها دلوقتي موجوده في الالفيلاي اللي كان اصلها مونوسايتس يا اولاد، سموها داست سيلز. من الحقائق الجميله اللي حبكم تعرفوها انه للناس المدخنين يا جماعه، التدخين ده عاده سيئه جدا. هذا التدخين بيوقف الميوكس اسكليتور، سيجاره واحده توقف الميوكس اسكليتور فور فيو اورز. صور يعني السلم الكهربائي ده الميوكس اسكليتور يتعطل ساعات بسجاره واحده. طب والسجاره الواحده دي تدمج الماكروفيج وبالتالي تقلل مقدره الرئه على الديفنسيف فانكشن. شيء رائع لازم نبقى فاهمينه، ما يصحش تدخن غير ان التدخين زي ما قلت اهو فقر معلومات عام، اهم كانسر بيموت في العالم هو الكانسر لانج، وبحب الاحصائيات جدا يعني نمبر 1 كيلينج كانسر في الدنيا لانج كانسر. في كل 100 راجل بيموتوا من كانسر يموتوا، ماليش دعوه يجيلهم كانسر ويخفوا، دي ماليش دعوه بيهم او يعني متعايشين معاه، انا عاوز ماتوا من الكانسر. 33 بسبب لانج كانسر، وفي كل 100 ست بيموتوا من كانسر 26 بسبب لانج كانسر، نمبر 1 كيلينج كانسر. ايه اهم سبب ليه؟ 85% من الناس اللي جالهم لانج كانسر كانوا من المدخنين، ما بقولش كلهم بس معظمهم مدخنين. يبقى الحل تعمل ايه حضرتك؟ ما تدخنش. زائد نمرة 2 اديك شفت، وفي خلال الكورس هوريك حاجات 3 و4 و5 في الرئه غير بره الرئه، ان سجاره واحده بتوقف الميوكس اسكليتور السلم الكهربائي وبتنجر الماكروفيج. تعالى بقى الفانكشنز اوف ريسبيرتوري زون. طبعا اهي بص، الالفيلاي مبطنه فيها ثلاث انواع من الخلايا، فيها تايب 1 اللي هو باللون الاسود ده الاهم، وفيها تايب 2 اللي هو باللون الاحمر بيبقى كيوبيكال، بيبقى خلايا مربع يعني مكعبه كده، وفيها طبعا الماكروفيج. فتبقى لطالب ذكي بالرسمه دي يبقى في كام وظيفه ريسبيرتوري زون؟ اول وظيفه جاس اكشينج اللي هي بتاع التايب 1، ثم جاس اكشينج، ثم جاس اكشينج اللي هي اسمها ريسبيرتوري زون. يعني مش بس تبدا بدي ودي الاهم، اما تايب 2 الفر ابسيليوم ده بيطلع ماده اسمها السيرفكتانت اللي هي النقط الحمراء دي، بتقلل السيرفس تنشن بتاع الفلويد اللي بيبطن الرئه او الالفيولاي. طب ثالث خليه هي الماكروفيج، كان لها ديفنسيف فانكشن. الماكروفيج في الرئه بيسموها داست سيلز لانها بتشيل الغبار. يبقى ثلاث وظائف هنا. يبقى ده الفرق بين الكوندكتنج زون والريسبيرتوري زون. اربع فروق اناتوميه وفرق خامس وهو الاهم فيسيولوجي. انا اقول ناحيه وحضرتك تقول الناحيه الثانيه، يلا هخبي انا بقى هنا. الكوندكتنج زون اللي هي ديد سبيس، ليه سموها ديد سبيس؟ عشان ما فيهاش الفيولاي، يبقى نو الفيولاي. انما الريسبيراتوري او ريسبيراتوري زون انت قولها بقى، يبقى فيها الفيولاي. تاني حب النظام قوي، نهايه الكوندكتنج زون هو التيرمينال برونكيولز، بدايه الريسبيراتوري زون هي، قولها لي بقى اسمع المسمى، ريسبيراتوري برونكيولز. تالت فرق مهم جدا برضه في الام اس كيو، ان دي بتبقى سبلاي بالسيستميك سيركوليشن، وفي فيسيولوجيكال شنط الفينز ما بنوديش الفينس بلاب بتاع شبكه البرونكاي للرئه تو بي اكسجينيتد، بنحطه دايركت على الاكسجينيتد فيسيولوجيكال شنط، انما هناك طبعا سبلاي ديبل بالمولر سيركوليشن. الفرق الرابع دي 16 ديفيجنز، انما هناك عشان تكملهم 23 يبقوا 7 ديفيجن. نيجي بقى الفرق في الفانكشنز، هنا الوظيفه ديستريبيوتس اير تو ذا ريسبيراتوري زونز، وبعدين الثلاث وظائف المهمه قوي وورمز هيوميديفايز اند ديفنس. كندا الكويت المدن الكبرى، في كندا تدفي كمثال يعني عشان ما تنسوهوش، في الكويت ترطب ديفنسيف فانكشن، والديفنسيف اوريدي ثلاثه، يبقى ثلاثه هنا واخرهم ثلاثه، في ميوكس بيحملوا الميوكس اسكليتور، وفي الماكروفيج اللي هي الداست سيلز بس دي في الالفيولاي. وقلت سجاره توقف الاسكليتور ساعات والدمج الماكروفيج. انت الناحيه الثانيه بقى عندك ثلاث خلايا موجوده جوه، يبقى ثلاث وظائف لطالب ممتاز للاوائل، وهنا وهنا فقط تصنع الاوائل. تايب 1 جاس اكشينج، تايب 2 اللي هو كيوبيكال يطلع السيرفكتنت يقلل السيرفس تنشن اوف ذا فلويد لايننج ذا الفيولاي،
وبعدين الداست سيلز او الماكروفيج دي تبع الديفنسيف فانكشن. طيب تعالى بقى نكمل اناتومي. الفيو كابيلاري ميمبرين اللي هو اهم ميمبرين بقى، اللي هو بيحدث تبادل غازات يا اولاد ما بين الالفيولاي والكابيلاري، اهو تبادل غازات هشاور بالليزر ما بين الالفيولاي والكابيلاري. فالممبرين ده اللي انا رسمه تخين قوي يسموه الفيو بشاور اهو كابيلاري ميمبرين. بماذا يتميز؟ انت اللي هتساعدني، احنا بنفكر ما بنحفظ. اكتر حاجه بنتبادلها في الجسم هي الغازات الاكشن والكربون دايكسايد. يبقى حضرتك تفتكر الاريا بتاعت الممبرين دي، مساحه الممبرين دي مفروض تبقى كبيره ولا قليله عشان التبادل رهيب؟ مخي يقول لي لازم الاريا تبقى لارج. هي اكشوالي مش لارج، هي one of the largest biological membrane in the body. One of the largest. لو فركت الالفيولاي جنب بعض جنب بعض جنب بعض هيطلع مسطحهم صدق او لا تصدق 70 ل 80 متر مربع، قد تقريبا ملعب تنس. لان عندنا كام الفيولس؟ 300 مليون الفيولس. 300 مليون لو فركتهم جنب بعض تطلع مسطح ملعب تنس. حتى كنت بقولها كده في مزاح. كان في نيلي بتاعت الفوازير كانت تقول قد الفيل ويتلف في منديل، وكانت الاجابه الناموسيه. صح، الناموسيه اللي بتحوش الناموس عندنا كانوا يحطوا كده ناموسيات على السراير كبيره قوي الصبح تلمها في منديل. قد الفيل ويتلف في منديل. انا بقى بقولها بالعكس. الطالب كليه الطب لما يقول له قد الفيل ويتلف في تو لانجز يقول في حتتين صغيرين اللي هو اللانجز، الالفيو كابيلاري ميمبرين. الالفيو كابيلاري ميمبرين تخيل ملعب تنس، ملعب تنس بيتم فيه تبادل غازات تم لفه صرناه في تو لانجز. يبقى طالب كليه الطب لما يقول له قد الفيل قد ملعب التنس ويتلف في منديل يقول الايه؟ الالفيو كابيلاري ميمبرين موجود في تو لانجز. شوف العظمه الالهيه. بس خد بالك، حافظ على الممبرين ده يا اولاد، لان عنده ليميتد ابيليتي تو ريبير ان ادلتس. يعني بيقعد يكبر وانت طفل طفل لحد ما يوصل للحجم الرهيب ده، المساحه الرهيبه دي اسف، لو عورته لو بوظته اي حته بتبوظ كانوت بي ريبير. طبعا السجاير بتبوظه. طب نيجي للثيكنس يا اولاد، ايه رايك انت؟ ساعدني تفتكر عشان التبادل يبقى سهل. انت قلت الاريا تبقى لارج، قلت لك لا ربنا ما خلاهاش لارج، خلاها one of the largest biological membrane 70 ل 80 متر مربع، ملعب تنس، 300 مليون الفيولاي. طب عشان التبادل يبقى سهل عاوز الثيكنس يبقى ايه؟ طالب ذكي قال لي يبقى very thin. في مناطق معانا منه بيبقى مش ملي، مش مايكرون، نص مايكرون in some areas. طبعا ممكن تزيد شويه تبقى 6 من 10 1 مايكرون، انما في حتت بيبلغ سمكه 6 من 10. ده برغم انه كام لير؟ برغم انه 6 لايرز، لكن صار 6 لير اقل من مايكرون، نص مايكرون. وانت عارف ان المايكرون للي مش عارف 1 على 1000 من المليمتر، اللي مش عارف. طب 6 لايرز، واحد قال لي ما عندكش طريقه لطيفه تحفظها لنا بيه؟ لا ده انا مش هحفظك بس، انا هحفظك وافهمك. بص معايا، انا مخي يقول لي انا مش عارف بس بتعودنا نفكر مع بعض ان انا الالفيو كابيلاري ميمبرين ده بيفصل من اسمه الالفيولاي عن الكابيلاري، يبقى لازم على الاقل يبقى في تو لايرز، الفيولار ابيثيليوم وكابيلاري اندوثيليوم. الفيولار ابيثيليوم بالاسود وكابيلاري اندوثيليوم بالاحمر. طب تمام، يبقى كده تو لايرز. الالفيولاي مبطنه بفلويد، يعني في فلويد لايننج ده الالفيولاي، خلاص يبقى دي لير زياده. وفي فلويد قبل الكابيلاري اهو، فلويد بتاع الانترستيشال، يعني فلويد مرتين، فلويد الفيولاي فلويد كابيلاري، يبقى وصلنا اربعه لايرز. يبقى فلويد والفيولاي ثم فلويد وكابيلاريز. حتى طالب مره سالني هو الالفيولاي مبطنه بفلويد؟ قلت له طبعا. قال لي ازاي؟ قلت له مش الالفيولاي دي سوكت، يعني مغموسه زي ما انت شايف في وسط كابيلاري في وسط دم،
يبقى لازم المية بتاعت الدم ترشح وتخليها من جوه مبلولة. ده انا لو ماسورة مية ضربت الحيطة بتنشح اللي هي تخلي كده. ما ادراك الفيولس الممبرين بتاعها اقل من مايكرون سوق يعني مغموسة في كابيلري، يبقى لازم من جوه تبقى فيها فلويد. يبقى تاني وصلنا 4 لير، فلويد الفيولاي فلويد كابيلري. بس انت قلت 6. هما بقى قال لك الالفيولاي دي هنقسمها 2 الفولار ايبيثيليوم وبيزمنت ممبرين، والكابيلري 2 كابيلري اندوثيليوم وبيزمنت ممبرين. ده ازاي نوصل ل6 بطريقه لطيفه تحفظ حلوه. يبقى انا لو سالني وانا مش مذاكر في الامتحان اقول له انا عارف 2 لايرز، في الفيولاي وفي كابيلري، مش التبادل ما بين الالفيولاي والكابيلري، يبقى الفولار ايبيثيليوم وكابيلري اندوثيليوم. وازود كل واحد بيسبقها سائل، يبقى فلويد الفيولاي، في فلويد لايننج الفيولاي وبعدين الفيولاي وبعدين في الانترستيشال فلويد وبعدين الكابيلاري اندوثيليوم. وصلنا 4. طب احنا عاوزينهم 6. الالفيولاي تقسمها 2 الفولار ايبيثيليوم وبيزمنت ممبرين، والكابيلاري كابيلاري اندوثيليوم وبيزمنت ممبرين. كده يبقوا 6. سهل. طيب بنتميز عن بقيه الاقران، مش بس ان احنا بنحفظها، تتميز عن بقيه اقرانك زملائك بايه؟ بانك فاهم. وليه ربنا حط فلويد؟ يعني الفلويد ده لازمته ايه؟ فاكر اول جمله بدات بيها ريسبريشن، وربنا خلق الريسبريشن اساسا اختار تو سبلاي اوكسجين ولا تو ريموف كربون دايوكسيد. طالب قال لي انت قلت تو ريموف كربون دايوكسيد، ده الوظيفه الاساسيه، then to remove carbon dioxide then to remove carbon dioxide then to supply oxygen. حضرتك عارف رمز الاوكسجين ايه ورمز الكربون دايوكسيد ايه؟ طيب قال لي انا عارف، هكتبه لك اهو اوريه لك عشان تكون ناسي. ده الاكسجين وده الكربون دايوكسيد، اهو اتفرج عليه. يبقى مين اكبر؟ 100% كربون دايوكسيد لانه عباره عن اوكسجين مضاف اليه كربون. يبقى حسب الموليكولر ويت مفروض مين يعدي اكتر؟ طبعا الاوكسجين انه اصغر، اوكسجين اصغر يعدي اكتر من كربون دايوكسيد. بينما ربنا عاوز يمرر مين اكتر؟ الكربون دايوكسيد. بس اديك عرفت السبب، عشان كده ربنا حط فلويد الفيولاي فلويد كابيلري، لان الكربون دايوكسيد بيدوب في الميه 24 مره قد الاوكسجين. ده ازاي ربنا خلى الرئه اسهل لها تتخلص من الكربون دايوكسيد عن انها تسبلاي اوكسجين لاهميه الكربون دايوكسيد برغم انه اكبر بهذا الفلويد. يبقى هذا الفلويد له ميزه رهيبه، هو ده اللي قلب المعادله، خلى الرئه تمرر الكربون دايوكسيد اكتر من تمريرها الاوكسجين، لان الكربون دايوكسيد بيدوب في الميه، يبقى افتكر في الترم الثاني 24 مره قد الاوكسجين. This is why في فلويد. يبقى ده الميزه. طب ايه العيب اللي في الفلويد؟ اقول لك ان الفلويد ده جزيئاته بتتجاذب، كل جزيئين جنب بعض بيتجاذبها. طب وهم عاملين شكل دايره اللي هو نسميه السيرفس تنشن، التوتر السطحي. يبقى الدايره دي لما كل جزيئين فيها تجاذبها، شيء من التخيل معايا، دايره معموله من فلويد موليكولز جنب بعض كل اتنين بيتجاذبها، يبقى الدايره تصغر. يبقى عيب الفلويد ده انه له سيرفس تنشن بيخلي الالفيولاي تند تو كولابس، نفسها تصغر واحنا عاوزينها تكبر. ربي وسع لي صدري، اشرح لي صدري عشان خاطر اتنفس كويس. عشان كده في تايب 2 الفيولار ايبيثيليوم اللي هي كانت حمراء بتطلع ماده اسمها سيرفكتنت. عارف ليه سموها سيرفكتنت؟ عشان بتقلل السيرفس تنشن. يبقى خدنا الميزه بتاع ان في فلويد بيمرر السي او 2 24 مره دي الاوبشن. ربنا عاوز الرئة تريموف السي او 2 تريموف السي او 2 تريموف السي او 2 then to supply oxygen. خلاص. بس في عيب ان كل جزيئين بيتجاذبها، فمجموعة الجزيئات لما تتجاذب الدائرة تصغر، يبقى عاوز يصغر الالفيولاي، واحنا ربي اشرح لي يا صدري عاوزين نوسع الالفيولاي، يبقى لازم نضعف السيرف تنشن بمادة اسمها سيرفكتنت. اسمع على مسمى سيرفكتنت لانها بتقلل السيرف تنشن. ده سؤال MCQ مهم جدا، الفيو كابيلاري ممبرين، انت اللي جاوبته.
من حيث الاريا. طالب قال لي لازم تبقى كبيره قوي. لا هي مش كبيره، اللارجست 300 مليون الفيراي تفردهم يطلعوا ملعب تنس 70 ل 80 متر مربع. طب ومن حيث ثيكنس لازم يبقى فيري ثين، برغم انهم 6 ليرز اقل من مايكرو، نص مايكرو. طب افتكرهم ازاي؟ انا بتبادل ما بين الالفيولاي والكابيلري، يبقى ادي 2 ليرز اهم، الفيولاي وكابيلري. قبل الالفيولاي في فلويد وقبل الكابيلري في فلويد. فلويد لايننج ده الفيولاي، وبعدين الفيولاي، وبعدين انترستيشال فلويد، وبعدين كابيلري انسيليوم. ادي بقى 4. طب عشان يبقوا 6 الالفيولاي الالفيولاي ابسيليوم، نقول الالفيولاي ابسيليوم بيز ممبرين، بقوا 2 كابيلري انسيليوم بيز ممبرين، ادي 6. طب الاهم كده احنا حفظنا، بس بماذا نتميز عن اقراننا؟ بالفه. هو ليه ربنا حط فلويد قبل الالفيولاي وفلويد بعد قبل الكابيلري؟ فهمنا ان ربنا عاوز الرئه تريموف كربون دايكسيد اكتر منها تسبلاي اوكسجين. الكربون دايكسيد برمزه اكبر من الاوكسجين، يبقى هيعدي اقل. بس بسبب هذا الفلويد الكربون دايكسيد بيدوب 24 مره في الفلويد قد الاوكسجين، فبقى امره اسهل. اما ليه ربنا عاوز الكربون دايكسيد وظيفته ليه اساسا تريموف الكربون دايكسيد؟ فقلتها، لان الكربون دايكسيد بيغير البي اتش، هو المسؤول الاول عن البي اتش في الجسم، والحياه ممكنه في حدود ضيقه من من البي اتش. لايف از كومباتبل وذين ا فيري نارو رينج اوف بي اتش تشينجز. فلازم نتخلص من السي او 2 اللي هو اهم ناتج في الميتابوليزم عشان ما نموتش من اسيدوزيس، وناخد اوكسجين. بس ممكن اتحمل نقص الاوكسجين. ايمان كان ويذستاند deficiency of oxygen for years زي اللي عايشين في الهاي التيتيود، but cannot withstand، لا يتحمل increased carbon dioxide because it will lead to acidosis and death. اتمنى تبقوا فاهمين. اوعوا تنسوها ما حيتم، خاصه وهاكدها لعبد الله، ربنا خلق اللانج to remove the carbon dioxide then to remove the carbon dioxide then to remove the carbon dioxide then to supply oxygen. Because a man can withstand oxygen deficiency for years زي في الهاي التيتيود، but cannot withstand increased carbon dioxide because it will lead to acidosis and life is compatible الحياة ممكنة within narrow range of pH changes. عشان كده ربنا حط الفلويد، وعشان ما يصغرش الالفيولاي بالسيرف تنشن عمل له سيرفكتن. ايه الفهم ده؟ ايه العظمة دي للطلبة اللي معانا؟ هنا وهنا فقط تصنع الأوائل. اقلب الصفحة من فضلك. نيجي بقى يا أولاد، ميكانيزم of normal or quiet breathing. خلاص، يعني ميكانيكية التنفس الطبيعي الهادي، يعني وانت قاعد كده بتسمعني during rest من غير ما تجري، ده نسميه يا أولاد يوبنيا. وعاوز اعلمك ترمينولوجي. ايو يعني نورمال في اللغه، اما اقول لك انا عندي ايو ثايرويد يعني الغده الدرقيه بتاعتي طبيعيه، وبينيا يعني نفس، فايوبنيا يعني نورمال بريدنج. يوبنيا، وقلنا من شويه ابنيا يعني نو بريدنج. حب الترمينولوجي قوي. طب الريسبيراتوري سايكل بتتكون من كام حاجه يا اولاد؟ ثلاث اجزاء: شهيق انسبيريشن، زفير اكسبيريشن، وريسبيراتوري بوز. اهي اوريها لك، شوفها احسن اهو. شهيق، زفير، بوز. بوز يعني توقف. بوز. اول سؤال في الشفوي، امتى يختفي البوز؟ لو عملت رابيد ريسبيريشن، مفيش بوز. انسبيريشن ورا اكسبيريشن، طبيعي ان في انسبيريشن اكسبيريشن بوز انسبيريشن اكسبيريشن بوز، يتوقف مع رابيد ريسبيريشن. كم مره بنتنفس يا اولاد؟ ده مهم قوي. اي رقم ما بين 10 و 18 مقبول، 10 to 18 times per minute. طب النقطه اللي بعد كده، مين اطول، الانسبيريشن ولا الاكسبيريشن؟ الاكسبيريشن اطول 1 to 2، يعني الانسبيريشن لانه اكتف المصري بتشتغل بيبقى بسرعه قوي، الاكسبيريشن 2 times during normal respiration. لكن في الرابيد بيبقوا قد بعض، عشان طبعا انت المهم الانسبيريشن فهتختزل من الاكسبيريشن،
يبقى في الرابيد ريسبيريشن الاكسبيريشن بيقصر والبوز بتختفي، الاكسبيريشن بيقصر والبوز بتختفي، بما يدل على انه وراء الخلق خالق، ان المهم هو الشهيق ده ما يتأثرش، انما الاكسبيريشن تقصر والبوز يختفي. ايه الروعه دي، ايه العظمه دي. معلومات فقط المعلومات العامه. يبقى مين اطول في النورمال بريدنج؟ الاكسبيريشن 2 تايمز الانسبيريشن. طيب لو حطيت السماعه على الصدر تحس الشهيق صوته اطول، عارف ليه؟ لانك بتسمع تلت الاكسبيريشن بس، عشان كده يبقى الشهيق اطول. عاوز تعرف الاكسبيريشن اكتر، انقل السماعه فقط المعلومات العامه دي، الكثير من الزملاء الصغيرين يعرفوها، حطها على التراكيه. هنا بقى مهما كان الهواء ضعيف خارج داخل هتسمعه، يعني هتاخد كل واحده بطولها الحقيقي، هتلاقي الاكسبيريشن مرتين قد الانسبيريشن في النورمال بريدنج، مرتين قد. لكن لان هنا ما بتسمعش غير تلت الاكسبيريشن، تلت الاكسبيريشن يبقى هيبدو اقل من الانسبيريشن. دي معلومات عامه ما تقولهاش. في المعلومات اللي حضرتك تعرفها ان الريسبيراتوري سايكل تلات حاجات، شهيق زفير بوز، عدده 10 ل 18 بير مينيت. الانسبيريشن الى الاكسبيريشن في النورمال كوايت بريدنج اللي هو الايوبنيا بتبقى 1 الى 2. متى يختفي البوز ويقصر الاكسبيريشن لو عملت رابيد ريسبيريشن؟ طيب هي مكتوب قصاد كل معلومات اهي، 10 ل 18 والانسبيريشن اكسبيريشن 2، وده البوز اهو، انسبيريشن اكسبيريشن بوز. نيجي بقى الميكانيزم يا اولاد. دلوقتي انا عندي لانج ذا البالون، عشان انفخها عاوز طاقه اهي، انما وانس ان انا توقفت عن النفخ وسبتها هي بالالاستيستي هتفضى. يعني ده نقطه مهمه في الام اس كيو. يبقى الانسبيريشن اذا اكتف بروسيس، بينما الاكسبيريشن از باسيف وان. دي مهمه جدا، زي البالونه تنفخ عاوز مجهود، لكن تتوقف عن النفخ ادام مش مربوطه وهي اللانج مش مربوطه بالاستيستي تفضل لوحدها. يبقى الانسبيريشن اكتف والاكسبيريشن باسيف. تبقى عارف هذا الكلام، الانسبيريشن اكتف والاكسبيريشن باسيف. طيب ما عشقت مثل عشق النظام، ليه نتكلم في فقرات ما نتكلم في نقط محدده؟ فانا هشرح الميكانيزم اوف انسبيريشن في اربع نقاط من الخارج للداخل. هتكلم على تشيست وول، وبعدين ادخل لجوه هتكلم على اللانجز، بعد ادخل لجوه الضغط داخل الرئه اللي هو اسمه انترا بالمونري او انترا الفيولاي، لان هنا ممكن يبقى فيه الفيولس، فهو داخل الرئه وفي نفس الوقت داخل الالفيولاي. وبعدين اتكلم على الاير نمره 4، يبقى شوف كام نقطه اهم. هات طفل يشرحها يا بابا. مع الزفير التشست كيج، القفص الصدري تشست كيج، بيكبر ولا بيقصر؟ انت عارف عاملها، خد شهيق. التشست كيج انكريسز، إنما العظمة الإلهية in all its three dimensions، كل حاجة لها three dimensions، الكمال لله وحده، ربنا ما بيزودش one dimension، بيزود three dimensions. يبقى الأوائل ما يقولوش chest cage increases، يقولوا in all its three dimensions، لأن وراء الخلق خالق يستغل كل الإمكانيات، الكمال لله وحده، وعليه الرئة بتوسع، دي ليها تعبير بقى تقول ديستنشن، وعليه لما توسع حسب قانون بويل، لما الحجم يزيد الضغط جوه الكونتينر جوه الوعاء يحصل له ايه؟ تبقى ماينس 1 سنتيمتر ووتر بريشر، مقارنه بالاتموسفيريك. لو اعتبرنا الاتموسفيريك زيرو هيقل في اللانج عنه زيرو، الاتموسفيريك مش زيرو، انت عارف الاتموسفيريك 760 وحاجه، انما احنا عشان ما نلخبطش روحنا نعتبر الاتموسفيريك زيرو، فلما الرئه توسع الضغط جواها يقل عن الاتموسفيريك يبقى ماينس 1. طب قول انت النقطه الرابعه واضحه بقى، يبقى الهواء يندفع منين لفين؟ من الضغط الاعلى للضغط الاقل، هنا ناقص 1، فالاير از فورسد ان او راشز ان. ادي الاربع جمل. طالب قال لي طب سيبني بقى انا اقول الاكسبيريشن. يلا عرفت الطريقه؟ قال لي اه، انت قلتهم اربع جمل من الخارج للداخل، ثوراسيك كيتش، وبعدين اللانجز، وبعدين دخلت لجوه اكتر الضغط داخل الرئه، وبعدين اتكلمت على الهواء. شوف طريقه حلوه ازاي منظمه، الثراسيك كيج، اللانجز، الضغط داخل اللانج، وبعدين الاير.
خلاص. ففي الاكسبيريشن العكس، الثراسيك كيج ديكريسز ان اول اتس دايمنشنز وعليه اللانج تصغر. عكس ديستنشن نقول ريكويل، ما ينفعش تستخدم تعبيرات تانية، تكبر ديستنشن يعني اتساع وتصغر يعني ريكويل. فحسب قانون بويل لما الحاجة تصغر الضغط جواها يزيد، اللي هو اسمه ايه الضغط ده؟ ليه اسمين، انترا بالمونري او انترا الفولر. يبقى بلس 1 سنتيمتر ووتر بريشر ان ريليشن تو اتموسفيريك اللي هو زيرو، يبقى هنا بقى اعلى من هنا، يبقى الاير از فورسد اوت. بس هاي يلا عظيم. طبعا في بعض الجامعات بدل البريشر ما يقولوه 1 سنتيمتر ووتر يقولوه 1 مليمتر ميركل، وهي تقريبا قد بعض، لانه ال 1 سنتيمتر ميركوري يعادل 13، يعني اعتبرها 10 سنتيمتر ووتر. فلو قلت التمييز هنا سنتيمتر ووتر او مليمتر ميركوري مقبوله، يعني كل واحد حسب جامعته. انا ما اعرفش مين اللي بيسمعني بالظبط وورد وايد، يبقى 1 سنتيمتر ووتر 1 مليمتر ميركوري هي هي. طيب بعد كده حضرتك تقول لي بقى ازاي تشرح لي ازاي الثراسيك كيج انكريسز ان اول اتش دايمنشنز. النقطه دي انا بحب شرح طفولي خالص زي ما قلتكم. فرسمت صندوق اهو، اعتبرت ده التشيست كيج، قفص الصدر صندوق عنده 3 دايمنشنز، فيرتيكال يعني راسي، ترانسفيرس يعني بالعرض، وبعدين انتروبوستيرو لورا. يبقى ده اسمه ايه؟ قول معايا ده اسمه ايه؟ فيرتيكال، وده انتروبوستيرو، وده ترانسفيرس. ربنا بيزود الثلاثة. أهم واحد هو الفيرتيكال. مين بيزود الفيرتيكال؟ الدافرام. الديسنت اوف دافرام، حتى شوف الدي مع الدي، بيزود الفيرتيكال دايمنشن. وبص للرسمة هنا بقى اهو، يعني شوف هنا الدافرام في الاكسبيريشن كان دوم شيب، كان شكله زي القبة، لما العضلة بتنقبض بتقصر فبينزل بيديسنت اهو، نزل هنا، فده زود الفيرتيكال. يبقى اوعى تقول اسنت في الشهيق، الدافرام بيديسند، وحفظتها لاجيال الدي مع الدي، الدافرام ديسنس، وده مسؤول عن 75% من الزياده في حجم الثوركس. يعني ده اهم دايمنشن واهم عضله. اقول لك حاجه في كيف تربح البليون، مش كان في مسابقه يقول لك مين العضله الاراديه الوحيده في الجسم الاراديه اللي اسينشال فور لايف؟ ناس مالهاش دعوه بالطب بيجاوبها تقول دافرام، لان لو وقفت تموت. واحد يقول لي هو الدافرام اراديه؟ اه طبعا اراديه، بالعيله اهو اوريها لك اهو، هي اراديه لكن بتشتغل في السبكونشس، وبحكي لكم الاسطوره اليونانيه في الترم الثاني، حكايه انها بتشتغل في اللاوعي وبتشتغل في نفس الوقت اراديه. اهو الدافرام ممكن اخليها تشتغل اكتر، ممكن اوقفها خالص، يبقى اراديه ولا مش اراديه؟ اراديه. يبقى الدافرام ده voluntary، the only voluntary muscle which is essential for life. بيحصل له ايه بقى during inspiration؟ بيديسند، فبيزود كام؟ 75%. طيب ازاي بقى نزود الترانسفيرس والانتروبوستيرو؟ بص لي اهو معايا كويس قوي، ده الريبز بتاعتي، اعتبر ايديا دي هي الريبز، الضلوع، صح؟ جاوب انت معايا، عاوز ناس فاهمه مش حافظه. دلوقتي عشان ازود ترانسفيرس يبقى الريبز دي اعمل لها اليفيشن ارفعها، ولا اعمل لها ديبريشن؟ ايه رايك؟ عشان الترانسفيرس يوسع اعمل لها اليفيشن ولا اعمل لها ديبريشن؟ طالب قال لي عشان تزود تعمل لها، اهو ارجع لورا شويه يمكن تشوف احسن، اهو اعمل لها اليفيشن. لما اعمل لها اليفيشن ده يوسع الترانسفيرس. طب نفكر بذكاء، عشان اعمل لها ايفيشن مين اللي لازم يكونتراكت؟ الاكسترنال انتركوستلز ولا الانترنال انتركوستلز؟ الاكسترنال هترفعها، الانترنال هتدخلها على جوه. انت عشان تزود الترانسفيرس عملت ايه في الريبس؟ ايفيشن. يبقى مين لازم يشتغل؟ الاكسترنال انتركوستلز. طيب ازاي هنزود الانتروبوستيرو؟ بص تخيل انا واقف اهو، ادي الريب اللي قداماني وادي الريب اللي وراني، صح؟ يعني لو انا عندي طالب هنا كنت هحط كده، ده الريب اللي قداماني وده الريب اللي وراني. لو انا عملت للريبز ايفيرشن يعني قلبتهم على بره، ده يزود الانتروبوستيرو. لو قلبتهم على جوه انفيرشن هيقلل الانتروبوستيرو.
يبقى لازم اعمل لهم ايفيرشن عشان ازود الانتروبوسيرو اقلبهم على بره. على بره يبقى مين اللي يشتغل؟ اكسترنال انتركوستال، لان الانترنال هتدخلهم على جوه. يبقى مين تاني عضله مهمه في النفس وحفظتها الاجيال؟ كل حاجه عاملها بطريقه رائعه رائعه لمن يفهم، الاكسترنال انتركوستالز. وهي الاكسترنال انتركوستالز بحرف الاي بتعمل حاجتين، ايليفيشن اوف ريبس ودي بتزود الترانسفيرس، وايفيرشن اوف ريبس ودي بتزود الانتروبوستيرور. يبقى مين العضلات اللي بنستخدمها؟ سؤال ام اس كيو مهم جدا في الايوبنيا في النورمال بريدنج. اثنين، دافرام اند اكسترنال انتركوستلز. اوعى تنسى اعملها لك بطريقه جميله، الدافرام بيديسنت الدي مع الدي، بينما الاكسترنال انتركوستل بتعمل حاجتين بحرف الاي. اكسترنال بالاي بتعمل حاجتين بالاي، اي فيرشن تقلبهم لقدام والورا عشان تزود الانتروبوستيرور، واي ليفيشن عشان تزود الترانسفيرس. اهي يبقى اهي كده نرجع ورا خالص، يبقى الاليفيشن الاليفيشن بيزود الترانسفيرس، والايفيرشن الايفيرشن بيزود الانتروبوستيرور. مين بيعمل ده؟ الاكسترنال انتركوستال بتعمل اي ليفيشن اند اي فيرشن. ده مين؟ الاي اكسترنال، مفيش احسن من كده. والدافرام بيديسنت يزود الفيرتيكال. طب مين اهم واحده فيهم؟ الدافرام. I hope I'm clear and I'm always clear. يبقى عضلتين بس اللي بيخلوا الانسبريشن اكتف في الكوايت بريدنج، اللي هم الدافرام والاكسترنال انتركوستال. دافرام بطريقتي ثم دافرام ثم دافرام 75% ثم اكسترنال انتركوستلز 25%. تمام؟ ده مع النورمال بريدنج، مع الريستنج، مع الكوايت بريدنج. ايوبنيا بنسميها ايو يعني نورمال، ايوبنيا نورمال بريدنج. لكن لو انا نفست اكتر عاوز اكسسوري انسبيراتوري ماسلز، دول ما يشتغلوش في الايوبنيا، يشتغلوا في الاكسرسايز. ثلاثة، كل حاجة عملها لكم بطريقة جميلة، الستيرنوكليدوماستويد ترفع الاسترنوم، هدي اول اس، السكالينس انتيرور ترفع الفيرست تو ريبز او السكالينس اسف، السريتس انتيرور ترفع الفايف ريبز اللي فوق. يبقى مين بيرفع الاسترنوم؟ الستيرنوكليدوماستويد. مين بيرفع ريبز؟ السكالينس والسريتس انتيرور. ده الاكسسوري انسبيراتوري ماسل، ما تجيش احلى من كده اهو، كلهم بالاس يا اولاد اهي. يبقى ستيرنوكليدوماستويد ترفع الاسترنوم، سريتس انتيرور الفايف ريبز الاولين، وبعدين سكالينس. يا سلام بقى لو تكتب الميكانيزم اوف انسبيريشن بالعظمه دي، سؤال نظري. طيب نيجي الاكسبيريشن، الاكسبيراتوري ماسلز نوت يوزد ان ايوبنيا، ما بنستخدمش ماسل لما تتوقف عن نفخ البالونه بالالاستيستي بتظهر. لكن هل في اكسبيراتوري ماسلز؟ طبعا في، بس ما بنستخدمهمش مع النفس الطبيعي. اللي هم مين؟ اثنين العكس بقى، internal intercostals عشان دي هتدخل الريبز على جوه تصغر، هتعمل inversion وهتعمل depression للريبز والابدومينال ماسل. اهي بصي عشان تفهم اهو، بالعكس بقى اللي ماسكين هنا يصغروا يصغروا internal intercostal وابدومينال وابدومينال. طب دول نستخدمهم امتى؟ في اربع احوال. لو بعمل forced expiration، يعني لو انا نفس بعمل فورس زي الناس اللي بتشتغل على اللي بتضرب في الحاجات اللي بينفخوها دي، الات النفخ، او تنفخ بالونه فورس انسبريشن، ادي اول حاجه. او لو عندك اوبستراكتيف لانج ديزيز زي برونكال اثما، خلاص ربو شعبي برونكال اثما، يبقى فيه اوبستراكشن. طب في مرض بيبقى فيه كرونيك اوبستراكشن اسمه انفيزيما، انفيزيما يعني رئه واسعه، لانه البرونكاي بتوسع شويه في الانسبريشن وبتدي شويه في الاكسبيريشن، وده قصد الهي ان ربنا عاوز يخلي النفس سهل في الانسبريشن. مش الواحد يقول ربي اشرح لي صدري، فربنا بيوسع الشعب في الانسبريشن عشان الهواء يدخل بسهوله ويضيقها شويه في الاكسبيريشن. فالناس الكرونيك هيفي
سيجارت سموكرز اللي بيشربوا سجاير ويحصل لهم التهاب في الشعب الضيق. ستيل دخول الهواء اسهل من خروجه، فالهواء يدخل وما يطلعش، ففي الاخر الرئه يحصل لها ايه؟ توسع. فتلاقي عشان كده بيبقى عندهم باريل شيبد تشيست، يعني احنا التشيست بتاعنا شكله زي الشمامه كده لو خدته في كروس سكشن، هم تلاقيهم زي البرميل لانه تشيست وسع، الهواء بيدخل ما بيخرجش وسع، يسموه انفيزيما. دول بقى بيعملوا مجهود في الشهيق زي حالتنا وفي الزفير، وفي الزفير احنا بنعملش في الزفير الطبيعي انفيزيما اللي هو اتساع الرئه. كرونيك هيفي سيجارت سموكرز بيدي حاجه اسمها كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز سي او بي دي، مشهوره هنا سي او بي دي. ده الناس دي تلاقيها ماسكه خاخات اكسجين واسطوانات اكسجين ماشيه من السجاير، من السجاير الانفيزيما غير الكانسر اللي اتكلمنا عليه. طيب او اي لانج فايبروزيس، احنا مين اللي بيصغر الرئه؟ الالاستيستي. لو الرئه فقدت الالاستيستي يبقى مش هتصغر، لازم انت تصغرها، هتبذل مجهود في الانسبريشن والاكسبريشن. يبقى في اربع احوال هتستخدم الاكسبيراتوري ماسل نوت انكلودنج ايوبنيا، مش من ضمنهم النفس الطبيعي. امال ايه؟ قلنا اول حاله لو بعمل فورس اكسبيريشن، انا بنفخ بالونه، بنفخ فقرات النفس او بحزق كل يوم بتحلق الصبح خلاص تبقى اكتف، يبقى فورس اكسبيريشن. او لو في اكيوت اوبستراكشن زي البرونكال اسما، او كرونيك اوبستراكشن زي الانفيزيما، او لو رئه فقدت الالاستيستي زي في البلمونري فايبروزيس. وعلى فكره الانفيزيما غير ان في اوبستراكشن بتفقد الالاستيستي كمان، يعني الانفيزيما سببين، ان في كرونيك اوبستراكشن وفقدت اللانج الالاستيستي بتاعتها من كتر ما تشد الاستيك فقد الالاستيستي. ادي الاربع حاجات اللي بيحصل بنستخدم فيهم الاكسبيراتوري ماسلز اللي هم الانترنال انتركوستلز والابدومينال ماسلز. دي الاجابه النموذجيه لواحد من اهم الاسئله اللي هو الميكانيزم اوف ريسبريشن، الميكانيزم اوف نورمال كوايت بريذنج اللي هو نسميه ايوبنيا. هتبتدي تقول ثلاث كلمات في الاول، ان عدد الانفاس من 10 ل 18 بير مينيت، كل فيز بيتكون، كل ريسبيراتوري سايكل بيتكون من شهيق زفير بوز، قلنا البوز بيختفي مع الرابيد ريسبيريشن والاكسبيريشن بتقصر. طب نورمالي الانسبيريشن ايه؟ الاكسبيريشن 1 2، يبقى تقول 10 ل 18 الانسبيريشن اقصر من الاكسبيريشن، تاني معلومه، وبتتكون السايكل من انسبيريشن اكسبيريشن اند بوز اللي بيختفي مع الرابيد ريسبيريشن. وبعدين تشرح الانسبيريشن والاكسبيريشن، دي اكتف ودي باسيف، انا هقول ناحيه وحضرتك تقول ناحيه. في الانسبيريشن الثوراسيك كيج انكريسز 4 من بره لجوه، عشان ما تنساش هناخد 4 نقاط من بره لجوه، ما عشقت مثل عشق الله. الثوراسيك كيج انكريسز ان اول اتس دايمنشن، ان اول اتس 3 دايمنشنز، وعليه الرئه توسع ديستنشن، وعليه حسب قانون بويل الضغط يقل، يبقى ناقص 1، دي ثالث نقطه، ناقص 1 مقارنه بمين؟ بالاتموسفيريك اللي هو زيرو، وبالتالي اير راشز ان، الهواء يندفع لجوه. تمام؟ انت تقول عكس، الثوراسيك كيج ديكريسز اول اتس دايمنشنز، وعليه الرئه عكس ديستنشن ريكويل، وعليه حسب قانون بويل الانترا بالمونري بريشر او انترا الفال بريشر يبقى زائد 1 مقارنه بالاتموسفيريك، وعليه يبقى هنا اعلى، يبقى الاير از فورسد اوت. وعين تشرح الماسلز فتقول ان في الايوبنيا احنا الانسبريشن هي اللي اكتف، هي بس اللي بنستخدم فيها ماسل في الايوبنيا. الدافرام بيديسنت بيزود الفيرتيكال. طب ومين بيزود الترانسفيرس والانتروبوستير؟ اوعى تنسى الاكسترنال انتركوستال بحرف الاي بتعمل ايفيرشن اوف ريبس، بترميهم على بره، فده بيزود من قدام لورا الانتروبوستير، اليفيشن اوف ريبس بيزود الترانسفيرس. طب ولو عملت فورسد انسبريشن هتستخدم اكسسوري انسبيراتوري ماسلز اللي هو كلهم بحرف الاس، اللي هو ستيرنوكليدو ماستويد، سيريتاس انتيرو، اند سكالينس. دول تبقى عارفهم كويس قوي، اصل ما تجيش احلى من كده. دافرام ديسنت، الدي مع الدي،
الاكسترنال انتركوستلز اي فيرجن اند اي ليفيشن. ده مين الاي اكسترنال انتركوستل؟ دول 75 ودول 25 والاكسسوري الثلاثه بحرف الاس ستيرنوكيدوماستويد سكالينس سيريتاس انتيرو. الاكسبيريشن باسيف اهي في الام اس كيو، يبقى مفيش ماسل في اليوبنيا. انما مين هم الماسل؟ انترنال انتركوستلز، بالعكس مش اكسترنال، بيدخلوا انترنال يبقى صغروا، والابدومينال ماسلز. ودول استخدمهم في اربع احوال: فورسد اكسبيريشن لو في اكيوت اوبستراكشن في اللنجز زي برونكال اثما، لو في كرونيك اوبستراكشن زي الانفيزيما، وبرضو اللي بيقل فيها الالاستيستي الانفيزيما وبالموناري فايبروزيس. ده الاربع احوال دي، حتى دول يسموهم اوبستراكتيف لانج ديزيزز. البالموناري فايبروزيس يسموها ريستريكتيف لانج ديزيز، لان في جزء من الرئه بقى مش شغال، الجزء اللي شغال ريستريكتد يعني محدود. يبقى اي مرض بتاع البرونكاي نسميه اوبستراكتيف، سواء كان اكيوت او كرونيك. اكيوت زي البرونكال اثما او في الانفيزيما نسميه اوبستراكتيف لانج ديزيز، في الاكيوت فورم اسمه برونكال اثما، في الكرونيك فورم اسمه انفيزيما. اما لو نسيج الرئه نفسه مش البرونكاي، الالفيولاي نفسها حصلها فايبروزيس، يبقى الحته اللي شغاله محدوده نسميه ريستريكتيف لانج ديزيزز. يبقى اتعلمنا امراض الكلى نوعان يا اولاد. اول حاجه من راح بيروح دكتور امراض صدريه يعرف هل المرض في الشعب عامل له اوبستراكشن، يبقى ده اوبستراكتيف لانج ديزيز، علاج مختلف تمام. ولا حته من الرئه حصلها فايبروزيس او باظت، يبقى ده ريستريكتيف لانج ديزيزز. تمام. انا اولاد فاضل لي صفحه واحده بس مش عاوز اكروتها، فانا عاوز اديكم راحه خمس دقايق واعمل بارت 2 اللي هو البريشرز، وده هياخد حوالي 30 ل 40 دقيقه ماكس، بس مش عاوز اطولها، عاوزك ترتاح خمس دقايق، انا اخد نفسي اشرب حاجه وبعدين نعود تاني يا اولاد in 7 minutes باذن الله. القاكم.